الاخوان السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نطرقوا لواحد السؤال اللي الاخوان كيطرحوه بكثره, وهو كيفيه يعني توصل بشحال من الميساج على اساس ان الاخوان كيطالبوني باش يعرفوا كيفاش كيفيه او ما هي امكانيات اختيار الاسماء ديال الدومين. يعني بغاو يعرفوا بالنسبه للستور ديالهم اللي بغا يدير ستور كيفاش غادي يختار الاسم, يعني الا كان خصوصا كيكون الاغلبيه في الاول كيكونوا ما عارفينش باللي اشنو هو القرض اللي غادي يبيعو, يلا كيشوف اشنو هو شنو غادي يدير, اشمن لانيش علاش غادي يخدم, وفي انتظار هذا كيبغي يدير ستور ديالو ولكن ما كيعرفش شنو هو البرودوي. الا كان الانسان غادي يبيع برودوي اللي هو معروف, يعني ربما انت كتفابريكي ولا عندك برودوي ديالك في ستوك اكسيتيرا وغادي تبيعو, هذا المشكل راه تحل لان ربما غادي تعمل سواء بالاسم سواء بالانيش سواء يعني كمثال. نعطيك مثال, الا خدينا شي واحد اللي غادي يبيع كمثال نقولوا التمر, التمر من غادي يبدا يجي يبيع التمر من ورزازات كمثال, اشنو غادي يدير؟ ربما غادي يدير لي دات تيغي ورزازات ولا دوريجين ماروكان ولا اوت شوز, وغادي يكون هذيك هي البصمه ديالو لان البرودوي ديالو راهم ديفيني دي. ولكن الا كنت انا غادي نبيع سيدي غادي ندير شي ستور غادي نبيع فيه الطواجن الزرابي هادي, غادي نبيع فيها سيدي سميتو الكمون, يعني غادي تخلط الدعوه. فهاد الحاله هادي انا شنو كننصح, يعني راه عطيت غير كمثال, ما هادشي ماشي حصري, يعني راه ماشي غادي نمشيو نبيعو الكمون الانترنت, ولكن يعني هذه حصريا فقط, يعني ماشي غير فكره. الطريقه اللي انا كنفضل ولا كننصح بها العديد من الاخوان وهي تمشي على لي نو اللي هما جينيراليست جينيريك, يعني ان نو جينيريك اللي هو ربما غادي تسميه. نعطيك كمثال بوراق, بوراق البوراق عنده اون سينيفيكاسيون بالنسبه لنا حنا, ولكن بالنسبه للناس اخرين ما ربما الا انت غادي تسوق المنتوج ديالك في امريكا و ولا في دولة أخرى كندية وغير ذلك أو في أستراليا ولا في فرنسا ولا في ألمانيا, ربما هذا الاسم هذا سهل تقرأ سهل تحفظ, من بعد تزيد له اللوغو ديالو يكون مخدوم وما عندوش شي سينيفيكاسيون, يعني مشيتي كتقلب على الـ على الـ على التفسير ديالو. إلا قلت لك أنا بوراق تقدر تبيع أي منتوج في هذا السطور هذا بهذا الاسم هذا, عرفت؟ الافضل 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 يعني الطريقه اللي ولات الان في الاي كوميرس اللي كيتخدم بها الان بزاف, وهو الارقام, الناس اللي كيبيعوا بالارقام, يعني كاين ميم لي ريستورون دروك الان وهذا كيسميو راسهم كمثال, الى ناخذوا في اكادير كمثال كاين الان نديروا لهم الاشهار, كاين واحد هذا ريستورون كيدير لي سالاد لي فروي اكسيتيرا سميتو لو 116, يعني بهذه الطريقه هذه 116 بالانجليزيه ولا الفرنسيه ولا الالمانيه الواحد غادي يحفظها وغادي يعقل عليها, وممكن تبيع فيها الالكترونيك, ممكن تبيع فيها الملابس, ممكن تبيع فيها اي شيء اي منتوج, يعني ماشي حصريه على ميدان خاص. ونفس الشيء بالنسبه ل يعني الانسان ياخذ فقط خص تكون ارقام, يعني تكون مدروسة 169 الأشياء اللي يقدر الإنسان على حسب اللغة يمشي للسيبل, يعني يشوف طريقة باش كتقرا في الدولة اللي هو اللي غادي يسيب ليها, واش بالإنجليزية واش بالفرنسية واش هذا, باش تكون بسيطة باش تسجل تكون بسيطة باش الإنسان يعقل عليها, لأن الهدف أشنو هو كامل, يعني أن الإنسان السطور ديالك خصو يكون بروفيسيونيل, يعني يبان على أساس أنه شي حاجة اللي هي كبيرة أولا مخدومة, وثانيا خص الكليون اللي بغا يدير لا كليونتي لا لون تيرم اللي بغا يخدم على المدى البعيد خص الناس يعقلوا عليها, يعني حتى الكليان اللي غادي ربما ما شراش وخرج بغا يرجع يعقل على ديك 116, يعقل على تكون شي حاجة اللي هي كتماركي الناس, يعني كتبقى لهم في دماغهم اللي هي سهلة فقط سهلة باش أن الكليون يعقل عليها ويعاود يرجع لك مباشرة وقت ما احتاجها, ولا حتى انه ربما شرى منها و
جا البروداكت نتاعك جا يعني قنع به وعجبو وبغى كيريع مع صاحبو ولا السيدة كتريع مع صاحبتها بغات تقول لها ودي فين شريتي هذا كتقول لها شريته في لو 116 ولكن الا درتي لها شي سميه اللي تقول لها شريته فواحد السيت ولكن ما بقيتش عاقل من بعد نصيفط لك اللي هي الا مازال لقيتو في الـ في الـ في الايميل ديالي ولا هذا الا ما سوبرميتش وكتصدق انت في ضايع في ان كليون اللي هو 120% غادي يشري عندك علاش لان بوركو باسكو لي دي كونسي جا منهم من طرف واحد الكليون اللي هو ديجا جرب وديجا خدم له داكشي ديالك وديجا ساتيسفي دونك هذه هي لا كليونتي اللي خصك تخدم عليها لو كوشوغي هذه راه كتبيع اكثر من لا بوبليسيتي والكليان كي ديبونسي اكثر لان ديجا لو فيت انه مع تلاقى مع واحد اللي هو ديجا شرا بمعنى ان هاد لو سيت هذا كتشري منه السلعه ديالك غادي توصلك يعني ما كاينش ما كاين ما غاديش ياكلوك غادي هادي يسيفطوا لك السلعه ديالك وميم طون فاش كتقول له اسميتو فاش كتقول له دير شي كليان اخر كيقول له راه لا كاليتي ديالهم واعره وهذا وهذا كيدير فيك الثقه اكثر يعني كيشريو وحتى ربما غادي يدفع مبلغ اكثر من الاخر لان الاخر شرا غير باش يجرب كمثال دفع داكشي اللي يقدر ربما يسمح فيه الا وقع شي مشكل ولا ما وصلتش السلعه ديالو ولكن الاخر اللي انت صيفطيه ربما غادي يشري اكثر وغادي ديبونسي يعني البيجي ديالو غادي يكون غادي يطلعو اكثر لان علاش عنده الثقه في هادشي هذا دونك هذا هو نصيحة اليوم نكون على الأقل نتمنى نكون ساعدت وجاوبت الإخوان اللي راهم كيطرحوا هاد الأسئلة هادي وبالنسبة اللي قبل اللي مازال ما بداش إن شاء الله يتوكل على الله ويبدا وبالتوفيق إن شاء الله للجميع بارك الله فيكم السلام عليكم.